راح تكون على بالبداية احنا بدنا نجربها عندنا وبعدين ممكن تعمل على مستوى الجامعة. واهلا وسهلا بالجميع، تفضل دكتور محمد. شكرا شكرا دكتور سامي، وشكرا لك على هاي المبادرة اللطيفة والمهمة حقيقة، وأهلا وسهلا بالموجودين جميعا. طبعا بشرفني حضوركم فعليا. أنا اسمي محمد موسى، الآن بخلص الـ PhD من البرتغال في المالتي ميديا and design، واليوم محاضرتنا عن methodology بالديزاين اسمها geometry of design. راح أبلش البرزنتيشن. هيك بلش الشيرينج بعده بده شوي. طيب ايش اللي مبين على السكرين هلا؟ صورتك. اوكي. ايوه. اوكي. اوكي. هيك؟ عم بعمل لودينج. اوكي بلش. مبين بس عندي حرف ام محمد موسى، مش عارف اذا انك انت عامل وانا شيرينج. كمان هيك. طيب المكتوب you're presenting to everyone. او شير دكتور شير. اوكي عمل شير. اوكي لسه مش مبين لي البرزنتيشن دكتور، اكبس هلا على الباوربوينت. هيك بس عليك. انت عم تعمل ريكورد موجود وبرزنتيشن موجود، بس بدك تكبس على الباوربوينت هلا عشان نشوف اللي بدك تورجينا اياهم السلايد. ايوه هيك هيك واضح مبين. طيب شكرا. هيك ممتاز. هيو بلشت السلايد نازله عنا وصوره حضرتك والريكورد شغال ومكتوب. اوكي وهيك هيك لساته شغال؟ شغال. اوكي ممتاز. ممتاز شكرا. أوكي. شكرا ابدا اهلا بك. طيب geometry of design، الان في كوت كثير بحبها لغاليليو بيحكي انه the universe cannot be read until we learn the language in which it is written. It is written in mathematics, and the letters are triangles, circles, and other geometrical figures, without which it is humanly impossible to understand a single word. الآن إحنا لما نتفرج على العناصر اللي موجودة في الكون وفي الطبيعة، نتفرج مثلاً على هذا المخلوق طاووس، نوصفه بالجمال، ولكن حقيقة وظيفته الجمالية هي وظيفة بيولوجية للبقاء. فإحنا لما نتفرج على هذا الديزاين، الديزاين تبع الطاووس بهالألوان البديعة وهالعناصر المذهلة، يعني فعلياً هاي بتلبي حاجة بيولوجية، بمعنى لجذب الجنس الآخر أو لتخويف الحيوانات الأخرى المعتدية. فإحنا بالديزاين دائماً نحكي للطلاب إنه form follows function، فكل إشي موجود في الطبيعة من تكوين أو شكل حاجته الجمالية هي فعلياً حاجة وظيفية للبقاء. لما نيجي نتفرج على عنصر طبيعي زي مثلاً كوز لسنوبر، نتفرج فيه ديزاين مذهل فيه، منشوف إنه في عنا أقواس ماشية مع عقارب الساعة وأقواس عكس عقارب الساعة. فلما نيجي نعدهم بيطلعوا 8 سبايرلز clockwise وفي عنا 13 سبايرل counter clockwise. لما نقسمهم على بعض بيطلع عنا رقم الكل أتوقع بيعرفه اللي هو الجولدن سكشن، اللي هو نسبة 1 ل 1.6 وكسور. هلا بنحكي عن أهمية هذا الرقم. الآن
في عندنا كمان عباد الشمس، برضو في عندنا سبايرلز او اشكال منحنيه او حلزونيه مع عقارب الساعه واشكال عكس عقارب الساعه، وبرضو لو عديناهم وقسمناهم على بعض راح يطلع عندنا نفس النسبه. دليل انه هاي النسبه موجوده في الكون في العناصر الطبيعيه في الانسان. الان برضو هذا الكائن الجميل يمكن لبعض الناس يكون دي أبيلينج، ولكن لما نشوف النسب تبعته برضو فيها نسب هندسية مذهلة جدا. كل الكون وكل الطبيعة كل الحيوانات والنباتات والسمك كل الكون مبني على نسب محددة، ولكن بتفاوت بتوزيع هاي النسب. فإحنا لما نشوف هاي الحيوانات نستمتع بشكلها المجرد، منشوف انه عناصرها متناسبة، الوانها دائما ممتازة. فلما نشوف احنا توزيع العناصر فيها دائما هي تتبع جيومتري معين، نسب رياضية ونسب هندسية. هاي النسب موجودة لبقاء الجنس، فهي حاجة بيولوجية اولا تخدم وظيفة هذا الكائن في البقاء. الان الانسان نوعا ما بدائي خلينا نحكي بلش يمنهج في الأسس الجمالية، بمعنى بلش يحس باستحسان نسب معينة دون عن نسب أخرى. ففي البداية كان الإنسان يمارس النسب الجمالية الهندسية ولكن بدون وعي علمي أو منهجي. فمثلا لما نشوف الستونهنج، هاي المنطقة موجودة في بريطانيا، بلش الإنسان يبني هاي الحجار بنسب هو ما كان يعرف انه لو قسمنا طولها على عرضها راح يطلع عندنا الجولدن سكشن او النسبه الذهبيه اللي هي اكثر نسبه مفضله عند ادراك الانسان. بمعنى لما اشوف اي عنصرين علاقتهم لبعض واحد لا 1.6 هاي اكثر نسبه مريحه عند ادراك الانسان الحسي. هلا مش بس بصري ولكن بدخل في الموسيقى، بدخل في نوعا ما كثير يعني بالحواس بشكل عام. فالإغريق خصوصا شخص مهندس اسمه ماركوس فيتروفيوس بلشوا يمارسوا الجيومتري اوف ديزاين وتطبيق النسبة الذهبية والنسب الأخرى اللي تابعة للنسبة الذهبية وغيرها بشكل منهجي. فمنشوف مثلا البارثينون اللي مبني تقريبا 447 قبل الميلاد طبعا في أثينز، كله مبني على أساس هاي النسب. فالإغريق والحضارات القديمة طبعاً أدركوا الخصائص الحسية الجمالية تبعت هاي النسب وبلشوا يطبقوها خصوصاً بالمعمار والهندسة. الآن أكثر نسبة حكينا مفضلة عند إدراك الإنسان، وأنا بحكي إدراك الإنسان مش عين الإنسان لأنه الدماغ هو اللي بيدرك، اللي هي نفسها الجولدن سكشن اللي هي عبارة عن مربع لو قسمناه بالنص وحطينا الفرجار في البؤرة المنتصف ومدينا ومدينا الفرجار راح يطلع عندي نسبة 1 لـ 1.6. فلما نشوف مثلا هذا المستطيل، هذا اسمه المستطيل الذهبي. المستطيل الذهبي بإمكاننا نطلع منه برضو جيومتري اسمه الجولدن سبايرل، وهو من أكثر النسب المستخدمة في التصميم، تصميم الجرافيك أو الفيلم أو الأنيميشن أو الإندستريال ديزاين أو العمارة أو الإنتيريور ديزاين وحتى الموسيقى. فهاي النسبة الجمالية بتدخل في شتى مجالات التصميم. يعني لما نسمع عن مصطلح إرغونومكس، أتوقع بدرسوه بالإنتيريور ديزاين، إرغونومكس اللي هو إحنا نصمم الـ everyday stuff حسب تشريح الإنسان. الإنسان نفسه هو مبني حسب هاي النسبة، بمعنى لما نيجي نحسب طول الإنسان بالنسبة للمسافة بين الأرض والسرة وقسمنا الطولين على بعض بيطلع لنا برضو golden section. عشان هيك من الضروري إنه إحنا نتعلم هاي النسب ونطبقها حتى المستخدم أو المشاهد أو أي حدا بتعاطى مع هاي قطعة الديزاين يتفاعل معها بأريح وسيلة ممكنة. فأول نسبة بنحكي عنها اللي هي golden section اللي هي من اسمها هي أكثر نسبة مفضلة عند إدراك الإنسان. ثاني شيء في شيء اسمه الروت سيستم. روت سيستم في عندنا مثلا روت 2 اللي هي نسبه 1 لـ 1.4 اللي هي تربيع الدائره.
ولو أجينا قسمنا صفحة الـ A4 قسمنا نسبة طولها وعرضها اللي هي 29.7 على 21 رح يطلع عندنا جذر 2. المميز في جذر 2 إنه لو قسمناه بالنص برضو الفولد النص هاي رح تطلع برضو root 2، فهاي النسبة وظيفية جدا بالنسبة لنا. وفي عنا كمان نسب مفضلة كمان منطلعها من نفس الجذر، جذر 2 اللي هي جذر 3 1 ل 1.7، وعندنا كمان جذر 4 اللي هي 1 ل 2 اللي هي معظم التليفونات الحديثة اللي احنا نستخدمها مصنوعة حسب هاي النسبة. في عنا كمان نسبة اسمها الفيبوناتشي سيريس، هاي نسبة رياضية بحيث انه كل رقم منضيفه للرقم السابق بيطلع الرقم التالي، ف 1 زائد 1 يساوي 2، 2 زائد 1 يساوي 3، 3 زائد 2 يساوي 5. فإحنا بنستخدم برضو هاي النسب كنسب جمالية بيرتاح لإلها الإنسان حسياً عشان نعمل تصاميم أكثر فاعلية من ناحية وظيفة ومن ناحية استاتيكس أو من ناحية جمالية. فلما نيجي نتفرج على ممارسة هذا الحكي مثلاً بالفنون، بالفنون البصرية، كازيمير ماليفيتش اللي هو مؤسس المدرسة السوبريماتيزم اللي هي تسيد الشكل على المضمون، عمل مجموعة لوحات قائمة فقط على الشكل. الآن لما نشوف شكل من توزيع منها النوع، بعض الناس ممكن يشوفوا هذا التوزيع وفكروا إنه الموضوع عبثي. التصميم ممارسة منهجية وليست عبثية. البعض يعني ممكن يفكر إنه التصميم يتبع الذائقة. هذا الحكي بالبريفرنس أوكي ممكن نقبله، ولكن ما بإمكاننا إحنا نخرج عن تفضيل الإنسان لبعض النسب اللي هلا فرجتكم إياها. فلما نشوف هون علاقة ثنائية، علاقة شكل بشكل مع باكراوند، ممكن أي واحد يفكر إنه طيب مش مشكلة أنا بعمل زيها، يعني مش ضروري أكون ماليفيتش حتى أعمل لوحة من هالنوع. الآن في عندي شكلين، شكل مربع أسود حجمه كبير ولكنه مستوي على الهوريزونتال والفيرتيكال أكسس، وفي عندي شكل أصغر منه، وطالما أصغر معناته وزن بصري أقل، مش في كل الحالات طبعاً. فالآن عندنا مجرد مسار الشكل دياجونال أخذ فيجوال ويت أعلى، لونه أحمر أطول لون موجة، صار في عندي بالانس بين الشكل الصغير الدياجونال الأحمر والشكل الأكبر الأسود مع اللو كونتراست وطبعاً حجمه أكبر. الآن الموضوع كالتالي، إيش علاقة هذول الشكلين مع بعض؟ وليش الفنان ترك هذا الحجم مع هذا الفراغ اللي موجود هون في المارجن؟ لو أجينا حللنا الشكل، لو طلعنا golden section من هذا المربع رح يطلع لنا نسبة هذا المربع لهذا الفراغ، رح تطلع golden section. عشان هيك إحنا بنشوف الشكل العناصر فيه مرتاحة. ولكن مش بس هيك الموضوع، إذا أجيت أخذت مربع، عملت مربع طلعته من هاي الزاوية، مديت المربع لللور إج تبعت المربع الأسود، ومديت خط من الرايت إج تبعت المربع الناتج، راح يتلامس مع طرف المربع الأحمر. كمان لو مديت مربع من نفس الزاوية لنهاية المربع الأحمر ومديت منه جذر 2 اللي هلأ حكينا عنها اللي هي نسبتها 1 ل 1.4، راح يطلع نهاية المربع الأحمر تماماً على نسبة جذر 2. فلما إحنا نشوف شكل زي هيك، في عمليات بسيط، شكل بسيط زي هيك، في عمليات رياضية وهندسية مذهلة تم تطبيقها عشان نخرج بهذا الشكل البسيط. الآن كارافاجيو من أهم الفنانين على مر العصور. تطبيق الجيومتري اوف ديزاين كان من آلاف السنين، حتى في الرينيسانس طبعاً، ودافنشي ومايكلانجلو ورافائيل، كل هذول الفنانين كانوا يطبقوا هاي النسب. فلما نشوف لوحة سين جيروم تبعت كارافاجيو، السنتر اوف فوكس عندنا هون اللي هو البورتريت تبع السينت، فلازم كل العناصر تخدم الوزن البصري الأعلى تبعه. فلما نشوف مثلا هذا الفيجر هون، نشوف انه كونتراست اعلى مثلا مع الباك جراوند،
حجم أكبر بالمقارنة مع العنصر الثاني الأهم. ولكن لو عملنا في جولدن سبايرل، لو طبقنا النسبة الذهبية مع الجولدن سبايرل، راح نشوف إنه هذا القوس كله عم بوجهنا لرأس العنصر الأهم في اللوحة اللي هو الرأس طبعاً بهاي الحالة. فإحنا بإمكاننا نستخدم الجولدن سكشن حتى تطلع من هون القوس ماشي تماماً مع نهاية المثلث اللي موجود بالكتاب. فبيمسك لنا العناصر الرئيسية زي الطاولة من هون، بيمشي مع خط الطاولة من هون، راح تنتهي الطاولة على تماماً المربع من هون، وراح يتقاطع هذا القوس مع نهاية الرأس من هون تماماً، راح تنتهي كمان الأوربيتال آرك تماماً عند المربع 1-2-3 الرابع من الجولدن سكشن أو الجولدن سبايرل. فهون في تطبيق كثير ممتاز ومنطقي طبعاً للجولدن سبايرل. كمان هاي مثال من الهندسة عشان حبايبنا جماعة الهندسة طبعاً. الجوجنهايم ميوزيوم الموجود في نيويورك هو من يعني أجمل المباني اللي أنا شفتها بحياتي، ودخلت عليه وشفت السيركوليشن تبعه، كان عملي جداً ومريح جداً. الآن لما إحنا نشوف نسبة طوله بعرضه مع طبعاً مع العمارة اللي موجودة بالخلف اللي تابعة له، جبت الـ مش البلان اللي هو السكشن تبعه أتوقع اسمه، وبلشت أحلل فيه. الآن إذا مديت مربع من اللور البوتوم رايت إيدج لا الرايت إيدج تبعت المبنى لنهايته، هي طلعت منه مربع. المربع هذا تماماً انتهى عند بداية المبنى اللي موجود بالخلف. ولو كررت المربع مرة أخرى صار عندي نسبة 1-2 اللي هي جذر 4. جذر 4 تماماً انتهى عند نهاية المبنى من جهة الشمال. ولو أخذت منتصف جذر 4 تماماً انتهى عند نهاية المبنى اللي هو جنب المبنى الرئيسي للقبة اللي موجودة هون. فهون في تطبيق للروت 4 روت سيستم. كمان على نفس المبنى لو أخذنا مربع من بداية المبنى من الأسفل لللفت إيدج تبعته، هي أخذنا هون مربع كامل. هذا المربع لو طلعنا منه الجولدن سكشن راح ينتهي تماما عند نهاية هذا المبنى. فهذا تطبيق للجولدن سكشن على المعمار على الهندسة. نيجي للجرافيك ديزاين. في عندي هون لوجو ماستر كارد. ماستر كارد انترسكشن يعني عملية انتر اكشن بين جهة وجهة أخرى. فالكونسبت إنه دائرتين متداخلات مع بعض. الآن هذا الانترسكشن كم مقداره؟ فالديزاينر لما رسم الكونسبت صار بده يضبط هذا الديزاين حسب نسبة معينة. فكم كانت هاي النسبة؟ لو أجينا حصرنا هاي الدائرة أو هذيك نفس الإشي طبعاً، لو أجينا حصرناها داخل مربع وهذا المربع طلعنا منه الجولدن سكشن، تماماً راح تنتهي عند نهاية الدائرة هاي. فنسبة المستطيل اللي تكون من هذول الدائرتين كمان مرة هو جولدن سكشن. عشان هيك إحنا بنشوف الشكل شكل مريح، شكل ممتاز، لأنه تم تطبيق هون منهجية علمية في التعاطي مع توزيع العناصر والعلاقات اللي موجودة بينهم. لسه طبعاً في مثل يعني لما نطلع كمان مربع من هون كم نسبة هذا الفراغ لهذا الفراغ لهذا الفراغ، راح يطلع نسب طبعاً كثير أعقد من هيك. وطبعاً نسبة هذا الشكل للفراغ لحجم النص لوين انتهى البيس لاين تبع النص لسه برضو طبعاً في جيومتري معقد جداً فيه. فبعض الناس يمكن تستسهل هذا الكلام، تشوف تحكي إنه يعني إنه شو يعني دائرتين. لا، هون في توزيع دقيق جداً وعلمي ومنهجي. نشوف برضو اللوجو تبع كوما، هون في منهجية مختلفة في التصميم. إذا أجينا أخذنا دائرة من كل قوس موجود في الآيكون تبعت بوما، هو فعلياً معمول من مجموعة أقواس. فلو أجينا أخذنا مجموع كل هاي الدوائر وجمعناهم بوحدة مركزية، راح يطلع عندي فيبوناتشي سيريس اللي هي حكينا عنها بالبداية،
اللي هي المتسلسلة فيبوناتشي راح يطلع عندي رقم 1 و2 و3 و5 ل 13 بعتقد. فهي الدوائر كلها تتناسب مع هاي السيكونس. نفس الاشي بالتصوير طبعا بالفيلم والمشاهد الانيميشن. هاي ثاني اغلى صورة انباعت في التاريخ، ثمنها 4 ملايين و300 الف وكسور، مش بيننا يعني 40 الف. أندرياس غورسكي هو مصور ألماني، صور هاي الصورة لنهر الراين سنة 1999. طبعاً هاي ديجيتال مانيبوليشن، في كان عناصر بالخلف هو شالها ديجيتالي، وهذا لا يعي بالصورة لأنه المهم هو الاستاتيكس بالنهاية، طبعاً حسب التصنيف لأنه دائماً النقد يخضع للتصنيف. الآن ممكن أي واحد يجي يحكي إنه طب أوكي أنا ممكن أصور صورة زي هاي، ولكن لو تفرجنا على الهيكل تبع هاي الصورة راح نجد فيها نسب معقدة جدا غاية في الدقة. هاي نسبة 1:1، هاي نسبة 1:2 اللي هي جذر 4، هون انتهى تماما عند الشارع اللي تحت جذر 3، وهون انتهى عند حفة النهر جذر 2. ومش بس هيك، كمان مرة لسه في يعني سيستم معقد جدا في هاي الصورة. فلما نشوف انه تم بيعها بمبلغ 4 ملايين وكذا على لارج فورمات كاميرا طبعا، ما بنستغرب لانه البعد الاستاتيك فيها جدا عالي وجدا دقيق وعلمي جدا طبعا. رايت، خلينا الان نشتغل شيء عملي. اوكي، مبين إلستريتر؟ أفترض مبين، تمام. الآن في عنا إعلان بسيط جداً زي هيك: No one grows ketchup like Heinz. استراتيجي يعني بالأدفرتايزنج هون. سيمياتكس طبعاً، ندمج عنصر واحد بعطي معنيين. أوكي، هلا التوزيع هون كيف صار؟ يعني كم نسبة توزيع العناصر الفراغ للأوبجكت نفسه؟ الآن لو أخذنا مثلاً نسبة مربع من الأسفل، مدينا هذا المربع لنهاية هذا الشكل. سوري. أسيب استروك شوي. يس. هلا. مديت مربع من الزاوية هاي، ليش انتهى هون؟ لأنه انتهى عند نهاية الشكل من هون، تمام؟ الآن بدي أخذ كمان كوبي من هذا المربع عشان أعمل نسبة جذر 4. تماماً انتهى جذر 4 على نهاية هذا العنصر. هالتطبيق بسيط طبعاً، بس لو مسكت نفس النسبة هاي وحطيتها بالأعلى رح ينتهي تماماً عند البيس لاين تبع التايبوغرافي تبع السلوغن. فما أبسط التصميم وما أجمله، بكل بساطة معمول على نسبة بسيطة. فإحنا لما نتعلم علم الجيومتري أوف ديزاين منصير نصمم بطريقة منهجية، بطريقة علمية، منصير أكاديميين. فلما نشوف إنه هذا الديزاين مريح بهذا الشكل، مريح عشان في سبب هندسي ورياضياتي وراء، مش عشان المصمم حس إنه هيك مريح الشكل. هاي قضية جداً مهمة. الآن لما نيجي برضو هذا بالنسبة لطبعا بوستر كوميرشل، لما نيجي لهي بوستر فيلم مثلا، زيح التصميم هناك. أوكي، فيلم اسمه Unbroken، خلينا نبلش نحلل فيه. الآن يعمل لوك لهاي لير، في عندي توزيع، في عندي شكل مربع هون، في عندي هاي الفيجر الأهم، في عندي التايتل وسب تايتلز مثلا هون. أوكي، هون بدي أشتغل بنمط مختلف عن الروس سيستم وعن الجولدن سكشن. هلأ لو بدي أجي أنا أعمل لير جديدة بالأول، أوكي، لو بدي أجي أخذ خط قطري زي هيك وكمان خط زي هيك،
لوك سوري عشان يبين يأخذ المنتصف الأفقي منتصف العمودي طبعا الديزاين عندي سيمتريكال لانه ديزاين يا اما بيكون سيمتريكال يا اما سيمي سيمتريكال يا اما اسيمتريكال طبعا هلا بدي امد هرم من هاي الزاويه لهذا المنتصف ومن هذا المنتصف لهاي الزاويه شوف شو اللي صار اللي صار انه سوري كمان مرة زي هيك شكل جاي ورا الديزاين هلا لما عملنا هذا الهرم بمنتصف البوستر السبسلوجن هون اتوزعت تماماً داخل هذا الهرم مظبوط؟ هلأ لما نيجي برضو هذا الهرم نأخذه بشكل عكسي نأخذه من الأعلى هاي أخذت من الأنكر بوينت للإنترسكشن بوينت هون للإنترسكشن بوينت هاي لوك شوف آخر حرف هون طلع برا هذا الخط وبرا هذا الخط واخر حرف هون كمان طلع برا هذا الخط وهون فالكلمه هون unbroken صارت حرف اليو وحرف الان برضو اللي هي كمان مره ان وهون في hidden message كمان هي طلعت برا هذا الخطين هذول تمام هلا كمان مره نعمل lock بدنا نجرب كمان ناخذ مثلث من هاي الزاويه المنتصف لهون لهذا المنتصف كمان من الأعلى لهون راح نشوف إنه تم حصر الفيجر الرئيسي كمان مرة جوا هذا المثلث شايفين كيف الإيد مثلاً أجت تماماً هون وهاي الإيد دخلت جوا هذا الفريم الآن هون إحنا بإمكاننا كمان مرة نأخذ تقاطعات عمودية بمعنى بدي أشوف مثلاً أنا هذا الخط ليش أجا هون مثلاً هذا الخط نفس الإشي من هون طيب بإمكاني كمان مرة أخذ خط من هون من هون نفس الإشي من الجهة الأخرى طلاب التايبوغرافي بدياهم ينتبهوا على قضية كيف إنه هاي الخطوط تنتهي تماماً عند الستم هاي بداية الستم من هون نهاية الستم من هون بداية الستم تبعت الحرف طبعاً من هون من هون وهي نهاية حرف الأو انتهت تماماً على خط المنتصف الآن أنا بدي أعرف مكان الرأس ليش أجا هون ليش أجا يعني الرأس في هاي البقعة تماماً هلأ لو مديت مثلاً خط من هون لهون بالضبط تقاطع هذول الخطين مديت منهم خط عمودي مديت خط من هاي الزاوية لهذا المركز انتهى الرأس عنده تماما هون ولو مديت كمان خط بالمقابل على الجهة الثانية راح ينتهي برضو تماما هون معناته كل الفيجر المهم في الموضوع اللي هو center of focus هون انحصر داخل هاي الكتلة هون. فعشان نصمم بشكل كويس لازم إحنا بعد ما نوزع التوزيع المبدأ إلى العناصر لازم دايماً نحولها لأشكال نشوفها كأشكال عشان نعرف نوزعها بشكل سليم وهذا الحكي لكل طلاب كليتنا للأنيميشن والفيلم والجرافيك ديزاين كل شيء الآن بدي أخفي هاي اللايرز أطلع لكم هون الجولدن سبايرال فلو طبقت الجولدن سبايرال من هون سوري
لو اجيت اخذت الجولدن سبايرال من الاعلى للاسفل هون راح اشوف انه ايده اللي هي برضو من اهم العناصر اللي موجوده في البوستر لانه هي حامل اللوج الخشب هذا اجت تماما على نهايه الجولدن سبايرال هون. ونفس الشيء لو اخذت الريسبريكال جولدن سبايرال كمان مره ايده راح تنتهي عند نهايه الحلزون الذهبي او الجولدن سبايرال من الجهه الاخرى من هون. فلسه طبعا في عمليات رياضيه معقده جدا اعقد من هيك موجوده في البوستر، بس هذا تطبيق عملي للجولدن سبايرال والجيومتري اوف ديزاين. طيب وشكرا لكم. شكرا دكتور محمد، الله يعطيك الف عافيه. دكتور شامي، انا يعني معاكم انا، وحاب اثير هيك شويه نقاش عشان يكون في له ابعاد ثانيه. اول طبعا يعطيك العافيه على المحاضره هذه، وواضح الجهد اللي بذلته. لكن يعني انا في شغلات هيك بلكن فقط انه نعمل ديالوج وما يكون بالارت there is no one way، في اكثر من ابروتش. طبعا طبعا طبعا. فبديت انت بموضوع الفورم فولوز فانكشن، مظبوط؟ هل الفورم فولوز فانكشن ولا الفانكشن فولوز فورم؟ الان احنا يعني بالديزاين لما نيجي نفكر بالشكل، يعني على رأي ستيف جوبز بيحكي لك الديزاين هو مش how something looks، الديزاين هو how something works. فإذا فكرنا بهاي الجملة conclusion بيكون إنه فعلياً هو form follows function. طيب أنا قبل الدجاجة ولا البيضة؟ الخلية وأحادية النواة. وفي خلاف، ومن بدأ من فيتروفيوس. فيتروفيوس كان حاطط يعني الفورم والفانكشن والستركشر وربطهم. خلينا نفكر كمان نوضح لطلابنا انه هذولا انتجريتد، ما بقدر افصل الروح عن الجسد. فورم يعني في محتمل يكون واحد فنان يبدأ من الفورم للفانكشن، والعكس صحيح، من الفانكشن للفورم ومن الستركشر للفورم. ففي اكثر من بعد انه اصل انا للاستيتيك او جمال، علم الجمال اليونان. فبالتالي اذا في اكثر من ابروتش، الفن يستطيع ان يستحمل اكثر من بعد. فبالتالي اذا كان موقفك هذا انه الفورم فولوز فانكشن، هذا اتجاهك، اتجاه فنان، اتجاه معماري. لكن كمان في عندنا اكثر من بعد دائما بيكون موجود بالعمليه. النقطه الثانيه ممكن تعقيب بسيط دكتور؟ تفضل. الان في فرق كبير كبير بين الممارسه الفنيه اللي هي راح تختلف تماما عن جمله form follows function طبعا، وبين ممارسه التصميم. يعني في ناس بيحكي لك انه التصميم مش فن، وهذا كلام ريان عبد الله اللي هو من اهم المصممين في العالم الان، مصمم الامبلم تبع المانيا الاتحاديه. وفي ناس بيحكي لك لا التصميم فن، في ناس بيحكوا انه التصميم فن، في ناس بيحكوا لك انه لا وجهات النظر. بالضبط، وجهات النظر. الفن يستحمل ان يكون اكثر من بعد لكل مشكلة، حلين وثلاث حلول، لكن انت الطريقه اللي بتختارها وصل لي للنتيجه. فبالتالي انا ما بهمني انه افرض على اي طالب طريقه اذا بده يبدا بالفورم فول الفورم فولز فانكشن ولا الفانكشن فولز فورم او الاستراكشر او هو اذا اعطيني الناحيه الجماليه الاستيتيك بالنهايه اللي هو احساس كمان، لانه يعني كلمه استيتيك من اللغه اليونانيه استيتيكي وتعني احساس، وقد حولوا اليونان الى علم بالجول فانكشن. فبالتالي كمان نقطه ثانيه انه في ناس موهوبين عندهم الاحساس بدون ما يدرس عماره، وشفنا يعني معماريين وفنانين ما درسوا لكن عندهم الجولدن سكشن جواتهم. لكن صحيح. احنا بنحاول انه نعلمه للطالب انه نقول له انه والله انت لازم تتبع خطوات معينه، بعد شوي هو بيبدا يحس وبيعمل الخط تبعه وهو في جولدن سكشن. صحيح. الاحساس
هو جزء من العملية أنا بعتبره لأي فنان. صح صح. وتصديقا لكلامك دكتور، في معرض حضرته بلندن سنة 2008 كان اسمه سايكو بيلدينجز، وبفترض كويس طلاب الهندسة يشوفوه، كانوا عاملين كومبليت ديكونستراكشن لكل هاي القيم اللي بنحكي عنها، طلع معهم إشي مذهل جدا. اللي احنا بنطرحه هو ميثودولوجي ولكنها ليست حصرية، برضو مهم نأكد على هاي النقطة طبعا. كمان عشان السلام على انه شفت الدكتور كامل موجود هلا بيتكلم موضوع بالنسبة للبارثنون بيتروفيوس. بيتروفيوس ما له علاقة، هم اكتينوس والكراتس بال447 اللي هم اللي حطوا هاي المبادئ، فبيتروفيوس إجا بس نقل هاي الشغلات هو منهج هذا الحكي يعني عمله بشكل منهجي. لا هو كتب التين بوكس اون اركيتكشر. فبيتروفيوس هو يعني نقصة مقلدة عن اليونان. نعم. يعني كمان على فكره يعني انا اشتغلت بهذا الموضوع من ناحيه الاركيتكتشر الجيومتريكال اناليسز لمباني عندنا القصور الامويه، وفي رساله ماجستير عليها كثير. حياتي يا محمد. ايوه هلا هلا دكتور. وهي انا حابب الدكتور كامل هلا كمان لانه الدكتور بايده بس بيعمل لك جولدن سكشن لحاله بدون ما يدرس لحاله. تحياتي لك محمد، ابدعت يعطيك العافيه. دخلت انا على المحاضره بس انا اعتقد انه forms follows function function follows form في اشي احنا في مهنتنا في تخصصاتنا الفنيه المعماريه كان architects graphic designer visual communication landscape architect planners fashion designers كل designs في اشي اسمه the art and science of designing automobile engineering. نعم. In the art and science of designing structures to be functional first, to be safe and to be aesthetically pleasing. هذا في definitions في كتب معمارية وإنسايكلوبيديا. إحنا مشكلتنا آخر فترة بالعمارة والتخصصات كنا آخر 10-15 سنة ابتعدنا عن الكتب وعن citations. Forms follows function, function follows form. التنتين مرتبطين مع بعض. أيوة. لازم تسأل الواحد اللي بيكون عنده ديزاين اكسبيرينس واللي باني له 20-30-50 10 مشاريع او ديزاين او جرافيك، تسأله هاو هي ستارت الاكاديميا غير البروفيشن غير البروفيشنال براكتس. احنا بنعطي الطلاب سكيلز، والسكيلز زي اللي بيعمل فاشن ديزاينرز لازم يعرف شو البرنسيبلز اوف ديزاين، هاو شو الاليمنتس اوف ديزاينز، في كل شيء لازم يعرف البوينت واللاين والسبيس والانكلوجر اليونيتي الفرايتي. هذه البيزكس حتى when you are doing the golden section كل اللي اشتغلوا اسمها يوكليديان جيومتري طلعت من الرومان والإغريق، ما بدنا حدا كتير يصير فلسفوها. قالوا لما ما تعرف إيش بدك تعمل يا جيومتري كومبوزيشن يا أنجيلر يا كيرفلينير يا كومبينيشن بأي ديزاين بتسويه، طلع السيارات. السيارات where they take the art, so it's an art, it's an elegancy. صعب تقول it's just a scientific حتى لو يكون أشهر معماريين العالم. في مقولة كانت لزها حديد كانت تقول، سألها أحد الطلاب في جامعة القاهرة قالها what is your concept، قالت له I don't believe in concept. والكل الخبرة تطردي كل هالمعماريين وهالحضارات، ومسكت ورقة وزدتها وطعجتها هيك وزدتها على الأرض قال this is my concept. Nobody can live in a trash. Nobody lives in rush. حكي اللي بيحكيه بيتر وايزمان وفوستر واللي بيحكيه كل واحد منهم وهدول الماجنيفيسنت 7 وال20 30 هلا في 6600 يونج اركيتكتس اول اوفر ذا وورلد اسمهم طلع اخر 15 سنه faster than the old or the second or the third generations اللي احنا شايفينه. بس في البيزكس في العماره في التخصصات اللي بتحكوا فيه صح اللي بنحكي forms follows function. أنا when I design first I have to know what my clients want as a function. شو اللي بده مجموعته. Then I will pile it up مع الideas اللي بتطلع عني وببلش أفكر في الform وبداخله within the function and it comes. Tomorrow للجميع أنا من الوحدة يمكن للساعة 4 بكرة كمان عندي lecture لديزاين 1 و 2 مع أختي فداء دكتورة فداء. I will be speaking how to handle with form للcube أو الـ square والـ rectangle combination of both.
هذه سكيلز والسكيلز بنعلمها في الجامعة، بعدين بس يتخرج الواحد ويمارس في تخصصاته المختلفة يبدأ. زي الجرافيك ديزاين، في فرق بين الموهبة وبين الإديوكيشن حتى تنمي الموهبة تبعها. المعماري اللي ما بكون عنده scientific knowledge ما بقدرش يسوي a hospital over a skyscraper. He cannot. He can't. لأنه فيها combination of civil engineering زي سانتياغو كالاترافا ما بين السيفل والإنجينيرينج وما بين الاركيتكتشر. بس أنا I should commend you. I think الفكرة اللي طرحها أخي سامي it's a golden opportunity for all of us to communicate، لأنه يمكن هاي سهلت علينا نتعرف كمان على بعض قعدتنا في البيت وبضارة النافع إن شاء الله هالغم يزول عنها. Thank you. في كتاب مهم في كتاب مهم اسمه Talent is Overrated. هذا الكتاب في دراسات علمية بتثبت إنه deliberate practice مع knowledge أثرها على الإنسان كثير أكثر من التالنت. فطبعاً أكيد يعني في فنانين بيمارسوا البينتينج مثلاً، ومنهم أنا حتى لما أمارس أنا البينتينج ما بكون حاسب معادلات رياضية مثلاً زي دافنشي وكذا، بتفرج على قوانين أخرى زي الشد الفراغي زي أي نوع من التوزيع. فاللي إحنا بنطرحه ضروري نأكد على قضية إنه هو مش إشي حصري، ولكن هو أحد المنهجيات اللي تابعة للنيوروسايكولوجي تبع الإنسان فقط. أوكي، معانا الدكتور زايد حابي علق. تفضل دكتور زايد. أعطيك العافية دكتور سامي، دكتور نايف، دكتور كامل، إن شاء الله أمورك تمام، صحتكم بخير. دكتور محمد زميلنا عزيز، بشكرك على المحاضرة الحلوة. حابب نعقب على ملاحظة مهمة كثير حكى عنها الدكتور نايف. طبعا هو اللي حكيت عنه طبعا 100% الجولدن ريشيو هي one trajectory of design، لكن لا تعني انه كل الديزاينز لازم to follow this methodology. صحيح. الفكرة انه احنا زي ما بنعرف انه في عنا المودرنزم and post modernism. مودرنزم اللي هي أفضل مثال على المودرنزم هي عمارة لي كوربوزية. أوكي، وهاي it may follow the golden ratio، لكن طلعت عنا تريند جديد إن تقدر كيد دكتور زايد من عند دكتور زايد. دكتور مش سامعين. دكتور باي ماتيماتيكا دكتور زايد مش مسموع انت. دكتور زايد عندك مشكلة بالمايكروفون. نعم سامعيني هيك؟ هيك احسن. سوري انا اعيد من اول ولا كيف؟ يبدو انه اعيد من اول. ما سمعنا. نعم، اول شيء يعطيكم العافية جميعا، احب اشكر الدكتور محمد وان شاء الله توفيق برسالة الدكتوراه. انا حاب احكي على انه اعقب على ملاحظة الدكتور نايف، كونها أنا بأكد على إنه نعم ما في عنا one single path one single trajectory مسار للتصميم، واحد من المسارات هي golden ratio، أنا لا بعترض عليها ولا إشي، لكن هي kind of an old fashioned way of designing building، يعني old fashioned way من ناحية التاريخ، لأنها كانت في مرحلة المودرنزم، مرحلة المودرنزم انتهت تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية، كانت مشهورة جدا في أوروبا. فبعد ما انتشرت انتقلنا من مرحلة المودرنزم للبوست مودرنزم، هنا صار في عنا من ناحية العمارة طبعاً، أنا بحكي الانتقال من المودرنزم للبوست مودرنزم أثر على الفلسفي، أثر على الآرت، أثر على السوشيال ساينس، أثر على الفلسفي. فالانتقال من المودرنزم للبوست مودرنزم بحكي في العمارة، انتقلنا من مرحلة أن تكون العمارة محكومة أو guided by mathematical models أو mathematical calculations لتنتقل
a combination of feelings or spiritual feelings. يعني اللي أكبر مثال ممكن أطبقه إنه ممكن يطبق الجولدن ريشو على عمارة لي كوربوزييه هي فترة المودرنزم، لكن لا حديد هي فترة البوست مودرنزم. يعني يصعب عليك إنك تجيب لي أي فساد زي ما أنت ورجيتنا قبل شوي لعمارة زها حديد يطبق عليها الجولدن ريشو، مع هيك it still looks kind of a beautiful Frank Gehry all the kind of the post modernism architect. I think إنه هي الفترة مش إنه the gold ratio is an outdated, it is kind an era كانت بالمودرنزم، لكن لما انتقلنا من المودرنزم للبوست مودرنزم هنا بلشنا kind إنه to think out of the box, out of guiding us just for a mathematical models. لا بده يكون في عنا we create our mathematical models and we can create our golden ratio. المعماري الناجح he or she can create her mathematical model اللي هي golden ratio اللي بتحكي عنها. Thank you very much. شكرا دكتور. الآن في قضيتين في هذا الموضوع. الموضوع الأول إنه طبعا إحنا ما بإمكاننا نعتمد اعتماد كلي على تطبيق golden section. القضية الثانية إنه إحنا ما بإمكاننا نخرج من الخلق البيولوجي والفيزيولوجي تبعنا بتفضيلنا للجولدن سكشن. فهو مش قضية، يعني من ناحية أخرى مش قضية إنه هو ممارسة وراح تنتهي، لأنه لسه دماغنا بفسر نسبة الجولدن سكشن كأريح نسبة من ناحية استاتيكس. القضية الثانية إنه في literature كثير مهم اسمه The Imitation of Nature لهانز بلومنبرغ، بيحكي على قضية إنه بالنسبة لقضية الفورم والفانكشن وكذا، بيحكي على قضية إنه كيف زمان أصلاً ما كان في مفهوم للفنان، كان في شخص حرفي فقط هو تكني، فمصطلح فنان هو مصطلح حديث. فبعد الثورة الصناعية تغيرت سوسيولوجيا المجتمعات بالكامل، واتجهت الناس للتجريد واللي طبعاً نتج عنها الباوهاوس وما إلى ذلك. فالناس صارت تتجه لحلول أخرى غير عن الحلول الكلاسيكية، ولكن بيختلف كثير طبعاً من الجرافيك ديزاين كممارسة. يعني مثلاً الآن لما نشوف Ads of the World اللي هو بنزل عليه أحسن شغل advertising في العالم، ما في ديزاين مهما كان بيبين مودرن الشكل تبعه إلا يكون في جيومتري، مهما كان دايناميك، مهما كان مبين راندوم، لازم يكون في تطبيق. يعني لأنه أنا تقريبا بشكل يومي بحلل كل إشي بنزل عليه، فإشي مذهل كم هاي النسب هي أصلا دايناميك. يعني في بعض الناس يمكن بيعتقدوا أنها كثير ريجيد كنسب وكلاسيكال بطلع الشكل تبعها، ولكن الاحتمالات تبعتها هي فعليا لا نهائية. مش زي مثلا الزخارف الإسلامية ممكن تطلع مثلاً repetitive أو نمطية أو كذا، فبالعكس لا، هي ممكن تطبق هاي المنهجيات الكلاسيكية ولكن بشكل كثير contemporary أو ultra contemporary في بعض الأحيان. أوكي، نسمع أسئلة من الطلاب. الطلاب مش سامعين منهم. شكراً دكتور محمد. شكراً. شكراً على ذيك، حياك الله. دكتور محمد شكراً. نسمع الطلاب بعض الأسئلة أو مداخلات من الطلاب. شوف المسجز. ما في. طيب. نعطيك العافية دكتور محمد. الله يعافي عمرك، تعرف عن نفسك لو سمحت. نور الدين العثمان، أركيتكتشر سنة ثالثة. أهلا وسهلا، تفضل. دكتور انت كنت تحكي عن الجولدن ريشيو، يعني وكنت تفرجينا اعمال كيف انه المصمم تبعها كان متبع الجولدن ريشيو فيها. نعم. هلا انا اللي يعني هيك يعني عندي فضول له، خاصه اللوحه اللي فرجتنا اياها مش ذاكر اسمها سينت جورم او شيء زي هيك. جورم صحيح. هل الرسام او المصمم برسم الجريد هاي وبحسب الحسابات هاي قبل لا يصمم، ولا ممكن تطلع معه بالفطرة بدون التخطيط هذا كله ياته؟ محمد. لأنه أنت ذكرت سابقاً. لأنه أنت ذكرت سابقاً. إيش دكتور؟
سؤالك كثير كويس وبمكانه يا نور. بالرينيسانس بيريود كانوا كل الفنانين يرسموا الستركتشر تحت الجولدن سيشن على الكانفاس وبعدين دي بينت الدروينج اوفر ات. حتى يعني تشيل البينت عنها بتجد اللي هو الستركتشر تحت الجولدن سيشن الريشيو موجوده على الخلفيه. فما كانوا يرسموا يعني بالعبث والهايه يعني. حتى اذا بتيجي على الموناليزا على الصبر على كل لوحات الفنانين العظام الكبار اللي مثل دافنشي ومايكل انجلو كله رسموا الستركتشر then they draw over it اللي هو البينتينجز. اوكي تمام دكتور. الان مهم جدا. هلا بدي افرجيك مثال على هذا الكلام اللي حضرتك بتسال عنه. بلش الشيرينج. شايف لوحه دافنشي؟ ايوه دكتور. مبينه واشوف اوكي. مبينه. هي سلفاتور موندي اللي هي اغلى لوحه انباعت في التاريخ طبعا لدافنشي. هلا اشتروها قبل سنه. لا شوف دافنشي طبعا في يعني وثائق بتثبت انه كان يستخدم الجيومتري اوف ديزاين. فلو اخذنا مربع من الاسفل وعملنا جواه حرف الاكس طلع مركز الاكس هي انتهى تماما عند بدايه الرداء من هون مزبوط. اخذت المنتصف مش واضح دكتور. الشاشه موقفه عندي مش مبين. طيب الان حتى عندي بس شايفها مبين. طيب الان لو اخذنا من هون كمان قوس وكمان قوس او عفوا كمان مثلث هرمي هون تمام. دكتور الصوره واقفه عندي بس عند المربع مبين عندي ما في لا عند المربع. طيب المشكله بالكونكشن. انا طبعا ممكن ابعث لك هذا الفايل بس عشان الوقت. الان شايف حجم الدائره حجم الدائره الكره اللي ماسكها جيزس. الان لو اخذنا الحجم تبعها اوكي بين مش اوكي هي اخذت الكره تمام. هي حجم الكره. هلا ليش حجم الكره اجى زي هيك؟ فهي كررت الكره منتصف الكره اجى بالضبط على منتصف المربع 1 2 3 4 عند الكره الرابعه تماما انتهى عند الراس. ولكن الإشي المذهل برأيي في الموضوع لو مدينا خط التقاطع بين هذا الخط وهذا الخط تماماً راح ينتهي عند نهاية الرأس ونهاية الكرة. فهي مثال على كيف دافنشي كان يطبق الجيومتري اوف ديزاين. وأنا ما حكي جولدن سكشن أنا بحكي جيومتري بس هيك ستراكشر هندسية. تمام شكرا لك دكتور يعطيك العافية. شكرا شكرا لسؤالك. لا هو كان سؤالي ليش انا بالعاده يعني انا مهتم بالتصوير الفوتوغرافي فكانت احيانا تطلع معي صور قبل ما اعرف ايش هي الجولدن ريشيو والجولدن سكشن فبعدين لما طلعت وحللتها ليش انه الصور جميله فاحيانا بتكون فيها جولدن ريشيو يعني بدون تخطيط مسبق بدون استعمال للجريد تبعتها او اللي بسموه الجولدن سبايرل. طبعا طبعا صحيح صحيح. فهو إشي مرات بيكون حسي انت حاسس هيك ضمن المنظومه العصبيه تبعتك يعني هو يعني احاسيسنا هي فعليا تفاعل هرموني جوا اجسادنا فاكيد ممكن تطلع معك. طيب شكرا لك دكتور. شكرا يعطيك العافيه. شكرا كمان طلاب اذا في حدا من الطلاب بده يسال. دكتور انا عندي سؤال. دكتور فداء تفضل. هي مش سؤال هي يعني ريمارك خلنا نحكي. نعم. الجولدن ريشيو هي موجودة مفروض في الطبيعة عنا وحوالينا في كل شيء. نعم. فأنا برأيي الواحد يعني ليش بحس الشغلة مريحة لأن إحنا معتادين عليها في البيئة المحيطة فينا في الطبيعة. فلما نشوف الجولدن ريشيو حتى على ويل ديزايند آيتم ونفكر فيها من الصفر بطريقة جيومترية رح تشعرنا بالراحة. ممكن في البداية إحنا ما نعرف السبب بس أعتقد لأنه إحنا عيننا كمان معتادة على هذا الشيء. نعم. فهاي أظن واحدة من الشغلات اللي إنه مرات زي ما حكى نور الدين قبل شوي إنه يعني ممكن أن يأخذ صور ويلاقيها جميلة جدا
لكن لما يجي يحللها يعرف بالآخر إنها لأنها بيست على جولدن ريشيو. فهي شغلة مرات كتير البني آدم يعني بيفكر فيها وبيتصورها يعني كطبيعة أو خلينا نقول فطرة بسبب الاكسبيرينس اللي إحنا عايشينها بالسراوندينج إنفايرمنت اللي إحنا فيها. نعم. طبعا هي فلسفة زيادة لما الواحد بقعد بيحلل وبيعمل هاي الشغلات إنه قدرنا نفهم ليش إحنا عم نحس بالراحة بالطبيعة هاي بسبب الريشيو هاي اللي احنا شايفينها ومتعودين عليها. نعم نعم نعم. كمان يعني برضو هذا اسمه law of familiarity برضو بالادفرتايزنج بنستخدمه، انه كل ما كان الاشي familiar بالنسبة لنا كل ما دماغنا افرز positive feelings تجاهه. وحتى بالانتيريور يعني يستخدم، لانه انقى صوت بتم تسجيله هي في الغرفة اللي بيكون نسبة طولها وعرضها برضو golden section. هذا research قرأته في أحد معاهد الفنون بأمريكا، فهي إشي إحنا منحسه فعليا حتى لو كنا ب space يعني هيك نسبته. أكيد، لأنه مرات ممكن تحس إنه أنت مرتاح في هذا space أكثر من غيره، ممكن ما تعرف شو السبب، ممكن يكون السبب واحدة من هاي الشغلات. نعم. يكون أمور أخرى ثانية يعني إحنا بتدخل مع بعض فيها في الانتيريور ديزاين بشكل عام والعمارة. نعم نعم صحيح. هو يعني مداخلة تعقيب على الدكتورة فداء، حتى يعني أنا من ناحية بالقرآن ذكرت وخلقنا الإنسان بأحسن تقويم، والتقويم هون معناته النسب، يعني إنه الإنسان انخلق ضمن نسب دقيقة متناسقة، أوكي؟ وهي يعني يوم يقول مثلا كلام الله أو الرب أو أي أحسن تقويم يعني أفضل النسب. فله السبب إحنا طبعاً الجولدن ريشيو اشتقيناه معظمه من نسب الإنسان، يعني عرفناه من أو اكتشفناه من نسب الإنسان. فهنا كانت عندنا اللي هي تفضلت فيه الدكتورة بتشعري بالراحة بالسبب إنه فعلاً هي نسب دقيقة ونسب محسوبة ونسب إن زدنا عليها بنشعر انه اوفر، وان نقصنا منها بنشعر انه ايش في اشي ناقص. بس دكتور الداخل شوي هنا اشي نسبي هذا. معايير الجمال ب 35 الف قبل الميلاد عشان الفيرتاليتي، تعرف كيف كانت المرأة بعدين تغيرت. فباليونان كان يعني النسبة 1-7 1-8 و و و، وبعدين كيف صارت بالرينيسانس، وهلا كيف انت شوف هلا معايير الجمال. ف المعايير الجمال أصلاً خلينا نقول إنه كل إنسان هو فنان، لكن الفنان هو من يمتلك التولز حتى يعبر عن نفسه. الموسيقي بآلة موسيقية، الرسام بريشته، النحات بإزميله وأهله مجرى، لكن كلنا بنحس بهذا الجمال لكن لا نستطيع أن نعبر عنه. وحسب كل فترة في معايير للإستاتيك اللي هو علم الجمال اللي وضعوه اليونان بالقرن الخامس قبل الميلاد. يعني في كتب عن هذا الموضوع مهمة جدا، إذا بترجع بتشوف يعني فيداس أصلا. في كمان مهم يعني بالقرن الرابع واحد اسمه بروتاغورس بيحكي man is the measure of everything، الإنسان هو المقياس لكل إشي. هلا كمان بس بدي ادعم على الدكتور محمد بنقطه، يعني وبختلف شويه مع الدكتور زايد في رسائل يعني ماجستير كنت انا مشارك فيها. هو برا في شيء بسموه organized chaos بالطبيعه. نعم هذا موجود هذا، وبدك تدخل بتشوف هلا كيف الموسيقى كيف الفن في 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 رولز. هاي الرولز موجوده لكن احنا هاي الرولز نكتشفها، لكن في ناس عنده القدرة أن يكتشفها موجودة معاه لحاله، هو يمتلكها بعد ما فقد الشيء لا يعطيه. يعني الفنان مش ضروري يكون يعني درس، لكن في إشي فطري وفي إشي مكتسب. الفطري إذا كان موجود تم تدعيمه بالعلم إذا بتطور وبيبدأ يشتغل ويبدأ يعمل مدرسة بوقت معين، لكن محتمل واحد بسيط جدا. يعني شوف شعراء هذول اللي ما يعني عندهم قدرة. فبالتالي إذا هي عملية إنه إذا بدنا نحكي على المنهجية الأكاديمية هي
ساينس اند ارت زي ما حكى الدكتور كامل بالعماره انا بعرفها ساينس اند ارت اوف سوشيو سبيس تايم اورجانيزيشن لكن اذا بدنا نحكي عن اكاديميه ساينس اند ارت شود ورك توجذر مداخله على الكلام اللي تفضلتوا فيه ليوناردو دافنشي أو مايكل أنجلو أو التعامل مع الجولدن ريشيو درسناها بالعمارة بس الحكي لطلابنا 80 or 70% of the international architects and the building that you see ما بتطبقوا ولا بيشتغلوا ولا بيعملوا بالجولدن ريشيو with all the respect when it comes to large scale buildings or magnificence مين هم؟ لكن في tools في الكومبيتيشن لأنه بيعتمدوا على human dimension اللي هو هذه السيركل تاع human body وكيف the proportions of the human scale احنا ليش بنحب روما واسطنبول وبنحب القاهرة وبنحب بعض المدن القديمة أو العمارة القديمة لأنه لما تمشي في مالطا the human dimension you feel comfortable with the human scale وقف بجنب National Science Museum في دالاس You feel out of proportion. صارت العمارة over dominant عليك. نفس الإشي بالشغل تاع زها حديد. أنا فت على الأرت ميوزيوم في روما. وفت على تاع رينزو بيانو اللي في روما. مش كل إشي بيعملوا is elegant. بس أنا بدي ملاحظة للطلاب. في ريشيو لكن في واحد لثمانية. واحد لثلاثة. ثلاثة لخمسة. خمسة لثمانية. 1 to 1.61. اللي هي الريشيو لما تاخذ مربع وتسويه وتعمله سيمتريكال اتس بورينج لما تصير تقسمه بيبقى اجزاء باستعمالك للاليمنتس والديزاين برينسيبلز تبعك ببلش يطلع معك الفورم والاستاتكس تاع بليزنج استاتكس مشان ما تو كونفيوز ذس مش كل شيء بيمشي عليه الجولدن ريشيو الجولدن ريشيو وجدت في الباينابل وجدت في النباتات وجدت بالخلق يعني حتى ليوناردو كل هذول لما طلعوها فروم mathematical model زي ما قال عن فيثاغورس أو الخوارزمي أو إلى آخره وعملوا لها geometric formation وطبقوها على شغلات وأخذوا منها النسب and they apply زي ما بتشوف الكورنثيان columns زي ما بتشوف some of the elements of abstraction of art كمان نرجع 4000 سنة للفراعنة yes. الفراعنة كمان الله يرضى عليك وقبل اليوكليديان الجريك وقبل الفراعنة دكتور الفرج الفرج الأشوريينز الكلدانيين الأشوريين في عندنا حضارات في مكسيكو في الصين for 5000 years they placed it on the aesthetics زي ما حكى أخي نايف the aesthetics of the surrounding اللي بتطلع على one small اسمه الكات فيش وهذا متعارف عليه وين ما يكون أو يطلع على الجيلي فيش and the composition أكتر ناس تقدر تأخذ منهم information about the golden triangle أو نسب الميديكال دكتورز اللي بيشتغلوا بالأعصاب اللي بيطلع على اللي باكمنستر فيلر اللي اشتغل جيوسيديك دومز واللي كانوا بالخمسينات وتعاملوا مع جيوسيديك دومز وبعدين إيرو سيرن اشتغل بالإيروديناميك لدولس ايربورت قبل ما يطلعوا هذول المجنف اللي تعاملوا بالفري فورمز كل هذول اعتمدوا على جيومتريك فورمز والهيومن سكيل اند دايمنشن من اللي موجود بالنباتات بالمملكه الحيوانيه بي 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 الى اخره لانه هذه المشاهدات اللي كانت تطلع معهم فمشان ما يصير كونفيوجن عند الطلاب اتس ذا ارت اند ساينس العماره او تخصصاتنا كلها حتى اللي بيعملوا ميكانيكال انجينيرينج حتى اللي بيعملوا روبوت ديزاينز حتى اللي بيعملوا كارز كلهم they based them their knowledge on the basic knowledge of design principles how to have unity you have unity and you have a good proportion ليش بقول دائما unity is one of the most important thing to be to have a system where it is or a design where it's زي اللي بلبس الكارول لابس محمد في unity فيه اقلب الالوان تبعه تطلع منه 500 variety خصوصاً اللي بيشتغلوا في الفيديوال كوميونيكيشن اللي هو الفيلد الجديد اللي عندنا هذا دخلوا الديبارتمنت أخوي سامي إخواننا I think we are moving into the digital communication and the architecture but التحدي الآن composing a design it's not an easy job للي بيشتغلوا فيه it's one of the hardest
فلذلك كمان بطل واحد يصمم، صار فريق في 5-6 بقعدوا وبصيروا the debate to come up with a simple design. لأنه في تقول less is more، كل ما كان الشغلة بسيطة وحلوة كل ما قدرت تجانسها. حط 5 ألوان مع بعض تقدرش تجمع تشتغل، إلا قليلين في العالم اللي تعاملوا بميكسينج كولرز بالاركيتكتشر. لا، بالكلوز they can، بأذر items they can، بس لاحظوا إذا استعملوا color أو two colors أو three colors maximum بيصير في عندك elements حلوة. أنا بحاول أطبق دائما في شغلي إنه using the hand while you are drawing and composing مع الكمبيوتر بيطلع معك scenarios بتخوف. نعم. الأساس دكتور نايف إخواني أخي محمد، إحنا لاحظنا آخر 15-20 سنة طلاب they don't read with faculty they are getting out. كلنا، أنا ما بحكي عن واحد اثنين ثلاثة، ما في، we are the departing from reading books. معلوماتنا بس اللي بتضل معنا من الماجستير دكتوراه أو اللي منا بيعمل أبحاث and he published research. فلذلك good publishers they are the ones they will lead. تقدرش تضلك محلك تقول أنا I'm a good philosopher أو I'm a good architect، ما في منه. في library بدأ تكون ورا ظهرك تفتح كتاب وتشوف، بطل نيوفورت is obsolete. صار في 7 standards international كل سنتين تغيروا. تايم سيفرز، 6 تايم سيفرز كل 6 اشهر قاعدين بتغيروا. في فرنتشر ديزاين، في هذيك النهار اول امبارح كان في كيمت ولا I don't know what's name of that group out of Egypt، طلاب من جامعة القاهرة طلع ويب سايت يا اخو، تعطيهم الديزاين they will make a production of your design. Huge wonderful ideas is coming out for generations. Thank you. أزعجتكم. شكرا دكتور. في شكرا دلال. دلال تحب تسألي يا دلال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. بدي أسأل إنه إيش الخطوات اللي بنمشي عليها عشان نطلع النسبة الذهبية بأي مشروع؟ بس عشان أفهم سؤالك صح، هل حضرتك تخصصك عمارة؟ أها. طيب إنه كيف ترسم الجولدن سكشن، كيف يطلع معك، ولا كيف عمليا يطبق؟ لا كيف عمليا بدي أطبقه بالمشروع؟ يعني مثلا بدي أبلش بمشروع، كيف بدي أطبق الجولدن ريشيو عليه؟ هلا زي ما حكينا سالفا، الجيومتري هو وسيلة وليست غاية أو إحدى الوسائل، أوكي؟ فأنت لما تعملي سكتش المشروع يطلع عندك جاهز. إذا الجولدن سكشن هو أحسن نسبة أطبق عليها هذا المشروع فليكن، بس ممكن ما يطلع بكل بساطة، فهو زي ما حكينا مش بالضرورة. فحسب نوع الكمبوزيشن عندك، حسب توزيع العناصر، يعني أنا مش أركيتكت، يمكن مش أنا الأحسن شخص بجاوب على هذا السؤال، ولكن عندنا في الديزاين بس نوزع العناصر المبدئية للديزاين بشكل 2D، بنبلش نعملها زي ما تحكي فاين تيونينج بطريقة جيومتريكال، بحيث إنه نضمن أكثر عدد من الناس to experience positive feelings حسب الـ preference الـ built in فينا للgolden section. هيك إحنا بالجرافيك ديزاين بنطبق الموضوع. يعني دلال بأكد على حكي الدكتور موسى، بالنسبة للفيجوال كوميونيكيشن والجرافيك ديزاين احنا بنشتغل دائما، احيانا بنشتغل على الجريد سيستم، والجريد سيستم هذا بوزع على سيستم معين، سواء كان على الجولدن ريشيو او اي سيستم احنا بنياه، انجلر، ريكتانجلر، سيركلر، اوكي. وبعدين نخضع التصميم تاعنا كلياته على الكونستراكشنز اللي احنا بنيناها على الورقه، زي ما فرجاكي دكتور محمد لبعض الاعمال الكونستراكشنز تاعت الديزاين كيف توزعت، الإليمنتس كيف توزعت، علاقتها كلياتها مع بعض كيف توزعت. يعني انت بس تطلع على بوستر مش معمول من عبث، كلياته مشغول على سيستم محدد، اذا خرج عن السيستم احيانا ممكن يخرج، اوكي، لكن دائما احنا بنشتغل على، يعني اي بوستر، اي مجازين، اي شيء لو ارجع لها للستركتشر تاعيتها بتوجدي انها موجوده على سيستم، وهذا هو اللي احنا بنسميه الكونستراكشن ستاك ديزاين بيفور وي ستارت بوتينج ثينجز، يعني او ان نوزعها على اللوحه اللي احنا بنشتغل عليها او التصميم.
شكرا لسؤالك. شكرا لكم. يعني مثلا الكوربوزيه لما كان يبني او يصمم المباني تبعته هاي النسبه انه كان يعني يخطط كل شيء اول شيء للنسبه بعدين يرسم عليها. مداخله تسمحي لي؟ لا 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 اسمعي اللي بناخده احنا بالجامعه وبشير مخزون ان مثل الجولدن تريانجل والريشوز اند ذا برينسيبلز it accommodates back an hour. بس في إشي زي ما حكى هلا الدكتور سامي في جريد بنشتغل عليه. هلا بدي أقولكم نيوفورت اللي بتستعملوه مبني على إيش؟ نيوفورت الكتاب نيوفورت اللي بنستعمله التايم سيفرز كله مبني على الهيومن دايمنشن. كيف مثلا؟ كل الفرنيتشر ديزاين مبني على أو الأركيتكتشر ديزاين على جريد 1.2 ب 1.2 يعني أضرب 1.2 بثلاثة بيطلع معك 63 63 بغرفة نوم بدك 4 ب 1.2 4.80 اضرب متر وعشرين في 5 في 6 بيطلع معك 7.2 7.2. This is the best structural system. هلا افتح نيوفر شوف قديش 30 60 60 الطاولة ارتفاعها 30 البيديه المسافة 15 بين الثانية والثانية بين البداية وبين الكي الباب متر وعشرين 90 مترين وعشرين الممرات كل نيوفورت مبني على grid of 1.2 can structure architecture and works وكلها related ل golden ratio اللي هي نسبة 1 to 1.61 مشان نوضح لك مش العالم بلش فيها وانتهى فيها. العالم بلش فيها لكن المعماريين اللي أجوا في 1800 واستمروا وأجوا في 1900 وأجوا في الثلاثينات والأربعينات اللي هم كانوا من فرانك رويد رايت and moving up كل اللي قاعدين بتشوفيه أنت أو بنشوفه إحنا it's a combination and accumulation of حتى البوست مودرن حتى الباوهاوس حتى المودرن حتى البوست مودرن حتى deconstructive movements حتى اللي الآن بيقولوا لها out of no principles in architecture ما في إشي اسمه no principles in architecture this is nonsense. في كهرباء في ميكانيك في structure في materials. فلذلك تطلع على الفوتو بيلدينج تاعت هاي اللي في فرنسا وبتطلع على فرانكو غيري كنت قبل سنة ونص سنتين في كاليفورنيا تطلع على البناية تبع المسرح هذا اللي سواه the sheets are falling العمارة بتنقط والعمارة بتدلف ما فيش perfection بالاركيتكتشر إلا في حضارات استعملت خبرة الزمان اللي هي بالحضارات القديمة. New technologies تبعنا كل 6-7 سنين بنكتشف إنه we have defaults in the material. The more materials we bring into the building, the more complexity بيصير عندك. The more problems you have. مرة تانية شوف ريتشارد ماير طلع على بعض المعماريين اللي they don't go out of fashion. I am pay. ريتشارد ماير في لي كوربوزييه فرانك they don't go out of fashion. جاودي ممتاز وعالمي بس they go out of fashion. كيف يعني؟ في ربطات ما بتستعملهم ما حدا قاعد يستعمل عمارة جاودي هون. هدول ليش بكونوا كويسين؟ لوي كان ميس فاندرو لما صمموا واشتغلوا زي اللي بتشوف السيارات المرسيدس انا بقارن كل شيء والاودي في سيارات they are not فيراري لامبورجيني حتى الديزاين تبعهم when it evolves it keeps almost الإيمج أو الروح اللي موجودة. أنا دائما بقولها في أروما في الديزاين. هاي الأروما منين بتجي؟ في عطر بالديزاين ممكن تلعبي بأي نسبة بدك إياها. وهون بيجي the role of the artist and the visual communicators. هون بيجي الأرت وورك وصقل مهنة العمارة بالفن. أنا في معظم الأحيان بميل للفن أكثر من الساينس بالعمل المعماري لأنه تعطيك obsolete زي الفرنيتشر ديزاين. 70% من عمان بنشتغل وبنشتري فرنشر كلياته محفور حافرينه لانه تاعين الخشب والارض ديكوريترز اللي بيشتغلوا نوت ديزاينرز. ولاحظوا اتس بالكي اتس هيوج بس شوفوا لما يدخل الشباب الجديد اللي خريجين الجامعات الاردنيه بلا استثناء في 4-5 جامعات بيخرجوا بيوتيفول يانج اركيتكتس اند ديزاينرز بيطلعوا تبعين اللايتس وتبعين الكلرز وتبعين الفرنشر they are coming with beautiful ideas. بيطلع دائما اذا في رول جو اوت اند بريك ذا رول go out of the box. ليش بيربحوا الناس competitions? Why people win competitions? بيمشوا بالرولز كلها صح. But something clicks. هاي بيسموها سنتيلا اللي هي الشعلة بالديزاين.
ما بعرف بجوز يكون مش الكامل محادين ولا نايف ولا محمد، بجوز يكون جونيور يونج اركيتكت خريج سنتين زي مسابقة دخلوا فيها 9 من الشباب المهم مع المهندس يزن في 9 ما تدخلت ولا شفتها ما شفتها إلا لما سلموها. Unbelievable work البرين تبعنا بالسكيلز إذا بنعطى حرية. وهون إحنا we have to focus on creative thinking. We are visual thinkers. إحنا مش medical doctors. إحنا we are not mathematicians. We are not chemists. إحنا we are architects. We are designers. We are visual thinkers. بقول دائما الفصل الماضي درست visual communication طولت عليكم. لما درستها في المجموعة اللي عند سامي التل أخونا وجدت الفيجوال كوميونيكيشن طلابنا مشكلة عندنا احنا في كل كلياتنا بلا استثناء ما في زخم يعرفوا وين رايحين ليش بدهم يصيروا فيجوال كوميونيكيترز. لازم يعرفوا انه في هوليوود 70% من هاي الميشنز للفيجوال كوميونيكيتر والديزاينر في هوليوود وفي ديزني لاند. That's where they embody or they bring the soul of young professionals في الفيجوال كوميونيكيشن. سينما موفيز ثياترز بينتينجز اللي بيعملوا لحد الان بتستغربوا حتى في شيكاغو في ديترويت زرت قبل 15 سنة مصانعهم وكيف بيصمموا السيارات بتلاقي 200-300 مصمم قاعد في وحدة معينة. All what they are doing day and night is sketching and painting and working on visual communication how to make elegance of the car كأنه أنت طالع في طيارة. وعلى فكرة in 5-10 years time we're gonna see what Tesla and others are doing. You're gonna be flying guys. Be creativity في النص. سامي شكرا على هالمداخلات نايف حبيبنا أثريت النقاش الله يخليك. بس تعرف بفكر انه هذا الحكي لازم يستمر. كيف انا بحكي هلا طلاب في قصة بي سي بيفور كرايست هلا في عنا بيفور كورونا اند افتر كورونا اوكي بدنا في منه نايف وي ار اون ذا فيرج اوف تشينجينج رياليتي مع المرض رب ضارة الرافع رب الرب كفيل فينا الرب كفيل فينا يعني انا مبسوط جدا بصراحه انه احنا يعني ككليه امورنا كثير ممتازه. الخطوات اللي قمت فيها بدايه انت دكتور مشكور انك يعني عم تعمل حتى يعني بروموشن على مستوى الجامعه وهذا شيء يقدر دكتور يعطيك على فكره. نايف حبيبي بس مداخله انا اي وود ابريشيت انه الفيديوهات كلها وهاي كمان لما تنبث it should be recorded من طلابنا أخي سامي and it should be لازم تنبث على موقع الجامعة. أنا وعندي وأعوذ بالله من كلمة أنا بس أنا I want to share something with you. أنا قبل سنتين عملت في ديزاين فور وكنت أسجل تعرف كنت أنزل لقطات فيديوهات في واحدة من الشغلات اللي حكيت فيها عن السكاي كريبل فورمز اليوم وصل 1.8 مليون فيورز بالعالم. قديش بيعمل ماركتينج لإلنا. بس الحلو في هلا الحكي تبعنا أنا كل يوم بنزل فيديو أو اثنين وصرت أنزل. اليوم عملت للكلايماتيك ريسبونس مبارح عملت لللاندسكيب إن جنرال والبلانت ماتيريال ووتر كولرز كلياتنا لأنه أول مرة بنعمل جروب للفاكلتي على فكرة على الواتساب هذا مهم أول للديبارتمنت أول مرة بنطلع إحنا أز فاكلتي ممبرز أي زايد وسامي وإنت ومحمد وباي ذا واي أخي نبيل الدكتور نبيل is appreciating all what we are doing and I think we are interactive لأنه مع society وهي خدمة مجتمع اللي بنسوي أكيد. حتى كمان دكتور الديزاين اللي كنت أنا متخوف منه كعميل أموره ماشي ممتازة لا 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 شوري لما كنا مع بعض وراح نتابع هذا الموضوع. الهدف أنه يظل هاي الويندو مستمرة بغض النظر عن شو راح يصير. نايف في أول محاولاتنا سوري سامي دقيقة بس في هذه المحاولات اللي بنسويها رجاء حتى الطلاب بيسمعونا احنا ما بنحاول نثقل على الطلاب لأنه في بيوتهم في ستريس ترى بعد 4-5 أيام قاعدة في البيت ستريس بيزيد ما احنا بدأنا هاي الأمور الواحد لا وبعد في ناس عنده ظروف العائلية أمه أخته كبيرة أبوه كيت ما بتقدر تتحكم بطلابنا حتى الجريدز حتى أنا اللي أجاني اليوم من أخونا محي الدين طوق عبي وعبي غياب وعبي حضور وشوف النسبة وشوف يا عمي قبل 20 سنة في أونلاين تيتشينج all over the world إحنا we will go we will do it بس مش هذا الهدف. الهدف اللي سوينا اليوم ومبارح وأول مبارح واللي بدنا نعمله I think by the way أنا يوم الجمعة إن شاء الله الصبح رايح أكون
by online مع رؤية صباحا مع رؤية. I will be talking from my house about how, وبدي أحكي عن اللي إحنا بنحكيه وشو اللي بنسويه. How you can make your home your school. لأنه yes. أصلا البيت هو المدرسة الأولى. هلا رجعنا إله من جديد. Thank you. حبيبي. Thank you all. Thank you دكتور محمد ودكتور كمان يعني سامي. وأنا بدنا نستمر بهذا الحكي. بدنا ينعمل كوميتي بالكلية. بعد دكتور نايف. بعد سامي. محمد كامل راح يكون له حلقة كاملة يعني محاضرة خاصة. وبرضه راح نكون يعني مستمتعين. بحب اشوف الفيدباكس من الستودنتس يكتبوا ويطبعوا يكتبونا على المسجرز هون. نضلنا يعني يشجعونا انه نستمر بالموضوع. وشاكرين لكم. شكرا دكتور محمد دكتور كامل يعني دكتور نايف دكتورة فداء وزملائنا من كلية العلوم. شكرا لحضوركم. يعني دكتور باسم جبابني كان مشارك معنا. مين؟ كان الدكتور باسم شفت الاسم باسم دكتور باسم. كل كلية العلوم دكتور موجودين يعني ممتاز وجودهم على الصيدلي والعلوم. انا عم بفكر دكتور انه ما بدنا بس يعني محاضرات يعني قد تكون خارج يعني الاطار الاكاديمي البحث الريجيد. خلينا نعمل كمان شغلات تانية ويكون في نقاش مفتوح مع طلابنا. نعم اوكي يعطيكم الف عافية. الله يعافيك. شكرا. يعطيك العافيه دكتور محمد. كثير انبسطنا احنا بهاي المحاضره. بس يعني انا صراحه ما لي اي مداخلات لانه يعني بحضر للاستمتاع مش اكثر من هيك. وفعلا ثاني مره بدك تشاركي فينا والله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دكتور. يعطيكم العافيه. شكرا دكتور. اهلا بكم. يعطيكم العافيه. الله اهلا اهلا. شكرا لكم. طب شكرا دكتور محمد. شكرا يا دكتور. ده تحياتي من مصر يعني بس مش اكتر.